هي يعني المثل الشعبي المشهور الناس خبتها سبت وحد واحنا خيبتنا للاسف ما على حد اللي بيحصل في نهر النيل وسد النهضه مش له تفسير خالص كل يوم يؤكد الخبراء ويؤكد كل الوطنيين المصريين بل مدير سد النهضه الاثيوبي الحبشي بنفسه خرج في تصريحات مباشره وقال نعم سد النهضه سوف يؤثر ويكون له اضرار تنعكس على مصر والسودان ورغم كده لا توجد حركه لا يوجد همسا اليوم ايضا العالم الكبير الدكتور رسام حجي بيقدم ورقه علميه ورقه علميه لا تحمل وجهه نظر ولا راي تحمل وجهه نظر العلم بيرد سعادتك على المشككين وبيأكد بيأكد تماما ان هناك اخطار وهناك اضرار سوف تلحق بمصر. بيرد الدكتور بالعلم وورقه علميه في ساعتك في موقع علمي بحثي احمد يعني مش عارف هنظلوا لحد امتى نؤكد ان هناك اضرار لاحقه بمصر بالمصريين وسوف تتاثر مياه النهر وسوف تأثر حصة مصر التاريخية بهذا الأمر طبعا الأستاذ عصام حج أعتقد أنه هو يعني في الحقيقة يمكن الحوار الشعبي يحتاج إلى أراء الأستاذ عصام حج فيما يخص يعني سد النهضة وقضايا المياه وأنا متأكد طبعا أنه يبقى فيه تواصل معاه بطريقة أو بأخرى لانه رايه العلمي في حد ذاته مفيد جدا جدا، لكن النهارده في التويته بتاعته بيقول بشكل واضح مياه النيل تحتاج لنقاش علمي حقيقي. بعيدا عن مجموعات الضغط، سعيد بردنا المنشور اليوم الذي يوضح صحه بحثنا ومدى الاخطاء والمغالطات العلميه التي انتشرت في نقد بحثنا على وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج تلفزيونيه فاقده المصداقيه، قراءه شيقه للجميع والراجل بيحط اللينك بتاع المقال اللي هو بيوضح حجم الخطر اللي حاصل على مصر والشعب المصري نتاج نتاجا لهذا السد <applause> في الحقيقة يبدو كمان شوف حضرتك العنوان اهو الرد طريقة عجز ميزانيه المياه في مصر وسياسه التخفيف المقترحه لسيناريوهات ملء سد النهضه الاثيوبي الكبير واضح ان هو كمان في المقال حاطط سيناريوهات واقتراحات لتخفيف الازمه هو احمد الدكتور عصام حجي كان نشر مع مجموعه من الباحثين والاكاديميين في يوليو الماضي من سنه بالضبط ابحاث علميه موثقه حضراتكم بتتكلم على ما سوف تواجهه مصر من اخطار كان ملخص حضراتكم الامر طبعا الامر يعني امر بحثي اكاديمي بالخرائط بالنظريات العلميه في فريق بحث علمي تعب عليه جدا جدا خرجوا في النهايه وكانت من نتائج هذه الابحاث ان مصر سوف تتاثر بان هي تقريبا هيحصل عجز واحد 31 مليار متر مكعب سنويا من المياه بتاعت مصر اي ما يعادل 40% من اجمالي موازنه مصر الكليه من المياه. انت متخيل في 40% يعني ايه؟ 40% يعني سعادتك هيبقى يعني خلاص ده 60 التت والتلتين يعني فهذا البحث اللي الدكتور عصام نشره للاسف لم يجد اذان صغيره في وجد مجموعه من المشككين يردوا عليه الان ثبت بتحكيم هذه الابحاث علميا ايضا انا الابحاث سليمه علميا وان كل نتائجها صحيحه تماما ها بالعلم بقى ليس راي سياسي حضرتك وليس وجهه نظر حين يتحدث العلماء يصمت الجميع طبعا في الان احنا بنتكلم وسد النهضه بدا الملء الثالث بالمناسبه كان في تصريحات سياسيه لما جه الملء الثاني قبل حدوثه وضعت خط احمر قالوا خط احمر طب تم الملء الثاني وتعدوا الخط الاحمر والاخضر والبنفسجي والروج الان الملئ الثالث شغال وفي كلام من بعض الخبراء ان تقريبا بدا الملئ الثالث الان وصل الى حوالي تخزين 2 مليار متر مكعب بسد النهضه حتى الان المتوقع ايه زي ما قال الدكتور عباس شراي ان هم في المرحله الثالثه دي من 11 الى 12 مليار متر مكعب وهما في المرحله الاولى كانوا عملوا ثلاثة ونص المرحله الثانيه 5 ادي حضراتكم تخزين الثالث 2 مليار آآ آآ الان زي ما صور قمر الصناعيه النهارده السبت 23 يوليو وضحت ده يعني هم ماضينا في هذا الموضوع. التخزين بدا يوم الاثنين 11 يوليو وان النهارده تم تخزين 2 مليار متر مكعب وبالتالي كان الدكتور قبل كده سابقا قال احتمال يوصلوا في الملئ الثالث ل 11.5 مليار متر مكعب. وكان في 8 قبل كده او 8.5 مليار متر مكعب انت رايح تقريبا ل 20 مليار متر مكعب كل ده على حساب الميض. طبعا دي حضراتكم صور الأقمار الصناعية اللي بتؤكد إن أثيوبيا شغالة ملأ مش مشغولة تماما ولا مدية أي أي سمع ولا أي بصر ولا أي إحساس لما يقوله الآن المصريون سواء شعبيا أو رسميا. طبعا في بوست النهاردة للناشط الأثيوبي عبد الرحمن يوسف مش عبد الرحمن يوسف الشاعر المصري في نشط أثيوبي أه بيتكلم بوضوح النهارده بيقول لك سد النهضه وبحيرته الان استمرار عمليه التعبئه الثالثه للخزان وقريبا ستعبر المياه عبر الممر الاوسط بعزيمه الرجال تتحقق الانجازات والمهم انه اعمل هاشتاج النيل للجميع يعني ماشي طبعا صور اهي واضحه جدا جدا لاستمرار العمل واستمرار التخزين البحيرة طبعا هي واكلة جبال كاملة زي ما احنا شايفين اه يعني اه في سيطرة مائية اثيوبية كاملة على مستقبل المياه في مصر والسودان وعلى هذا او يعني بناء على هذه المعطيات الحقيقية في الحقيقة في النهاردة مبعوث امريكي اه اه أو مبعوث أمريكا للقرن الأفريقي هيزور مصر وأثيوبيا للتوصل إلى حل بشأن سد النهر. طبعًا المنطلقات الأمريكية في هذا الصدد واضحة جدًا. إحنا مش هنضغط على حد، إحنا عايزين حلول تأتي من الدولتين أو الثلاث دول اللي شريكة في النهر أو اللي عندها المشكلة دي. يعني لا نتأمل كثيرًا في وصول هذا المبعوث الأمريكي الأفريقي. وانما في الحقيقه علينا ان نبحث عن وسائل وطرق نقنع بها الاخوه في اثيوبيا اننا ايضا نحتاج لهذه المياه